والساعة تطلق على ثلاثة معان أو على ثلاثة أقسام. فيه ساعة كبرى وهو ما يكون في يوم القيامة، فيه ساعة والمراد منها هو زوال من في القرن، أن يزول أهل ذلك القرن، فإذا زال أهل ذلك القرن فهذه ساعتهم. الأمر الثالث موت الإنسان، ولذا حمل بعض العلماء ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت الشمس قام فزعا كأن الساعة قد قامت، حملها بعض العلماء على أن الساعة هنا موته، وإن كان هذا الحمل لا يرتضيه ابن حجر رحمه الله، لكن حمل بعض العلماء هذا الحديث على موت الإنسان.